اتعلمت صناعه السيوف من الوالد الله يرحمه، هو كان صانع سيوف طبعا ماهر جدا في الشغل هذا، وانا اتعلمتها منه تقريبا قبل حوالي 25 سنه. ولما توفى الوالد انا فتحت الورشه هذه وصرت اشتغل لحالي. طبعا انا هوايه، انا هويت هالشغلانه هذه، وحب لاحياء التراث الاسلامي والتراث العربي والتراث البدوي بالشكل الخاص، من حبهم للسيوف، وانا واحد من البدو ولازم نحب السيوف. اول شيء مراحل السيف، طبعا اول شيء بنجيب النصله من حديد السيارات، من سوسه السيارات، بنقوم ندقها على النار، حنيها، سمنها وحفها وتلميحها، بعد هيك بنركب لها البرشق الواقي النحاسي والمقبض، بنركب لها، بنعمل لها، بنفصل لها الجراب البيت، وبنكسيه بالجلد والنحاس، وطبعا على ذوق الزبون كمان بنكسيه من فضه وحجار كريمه. المعوقات اللي بتعوقنا في شغلي طبعا نقص المواد الخام من حديد ومن نحاس ومن خرز ومن مواد خام، وبرضه في مكان مش موجود عندي نهائيا، انا بشتغل كل الشغل على يدوي. طبعا الوجهاء والمخاتير، البدو بشكل خاص، فرق الدحيه والدبكه والتراث الشعبي، في مهرجانات الفولكلور الشعبي والاحياء ذكرى التراث الشعبي.